انا جيت. يلا نعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، خطيره خطيره بجد. يعني هنعمل كاسات الكنافه المحمره تشيز كيك. ايه بقى الموضوع ده؟ بصوا انا معايا كنافه متحمره، بيتبقى كنافه مننا مثلا بعد ما بنعمل الصينيه نحطهم في كيس كده ونقفلهم ونرميهم في الفريزر. طلعي بقى الاكياس دي وحطيهم على بعض كده وكسريهم جامد قوي، وسيبيهم بقى يتحمروا كده، حته سمنه صغيره وشويه زيت كده، شويه حلوين 3 4 معالق زيت ولا حاجه عشان تاخد معاكي لون حلو، او تفرديها في صينيه وتدخليها الفرن، فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، اصبري عليها كده دقيقتين ثلاثه وقعدي قلبي فيها قلبي فيها، هتلاقيها لونت واخدت لون حلو جدا. فها هي الكنافه. طيب نعمل بقى طبقه التشيز بقى، تمام؟ عشان تبقى تشيز كنافه. ايه بقى؟ معايا كوبايتين من الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي اللي هي بتاعت التشيز كيك، في نوع مصري حلو جدا وسعره ظريف مقارنه يعني بالاسعار الحاجات المستورده الثانيه، انا شايفاه ظريف جدا لو احنا جبناه واستخدمناه في الوصفه هيبقى حلو قوي. محتاجه 2 كوب، والكوب 200 ملي، تمام. هنحتاج كمان كوبايه تقريبا من السكر البودره المنخول، كوبايه سكر بودره منخول، ومعايا كوبايتين من كريمه الخفق للحلويات، كريمه الخفق للحلويات كوبايتين يعني 400 ملي، كوبايه الواحده 200 ملي، وهتلاقوها بتتباع في السوبر ماركت كده مكتوب عليها كريمه خفق للحلويات، كريمه سائله خفق للحلويات. محتاجين مثلا منها كوبايتين، ومعانا معلقه كبيره من الفانيليا او كيس يعني فانيليا وبس، ولا اي حاجه ثانيه، وسهل جدا. هنخلي الكنافه كده اهي متحمرت وجاهزه، عايزين بقى نضرب الكلام الحلو التاني ده كله مع بعضه في بوله بالمضرب الكهربائي. طلع بوله حلوه كبيره كده اهو، وعايزه اول حاجه احطها الجبنه وبعدين احط الكريمه. ننزل بالجبنه بالمضرب الكهربائي، نضربها كده شويه لغايه اما تبقى طريه وكريمي. عايزين نحط السكر البودره، نحطه كده عليها، ومعانا كمان الفانيليا بس، ونرجع نضرب الكلام الحلو ده كله تاني مع بعضه. طبعا عشان الازعاج بقى، تمام ماشي، انا اعتذر على الازعاج ده، هنفضل نضرب فيها نلاقي قوامها هتقل اكتر كمان من كده، يشبه شويه الكريم شانتيه او سايل سن عن الكريم شانتيه، يعني الكريم شانتيه بيبقى اجمد شويه. عايزاكي بس كده تضربي بتاع 3 4 دقائق متواصل كده، هتلاقيها تقلت وقوامها اختلف معاكي، تبقى جاهزه ان احنا بقى نحطها ايه مع الكنافه. فانا طبعا معايا هنا كيس حاطين فيه اهو عشان يسهل علينا على طول نحط في الكاسات، ومعانا الكاسات اللطيفة الحلوة دي اهو، كوباية عادية او اي حاجة براحتك خالص. هنحط كنافة اهو، كنافة محمرة، كوباية تانية برضو نفس الحكاية، وايه بقى الكيس اللي معايا ده اللي فيه التشيز الخطيرة، حط بقى كده من جوه. بصوا قوامها تقيل شوية ازاي، فهمتوا قصدي؟ مش زي الكريم شانتيه قوي، اخف شوية بس كده. ونحط كمان كنافة من فوق، عايزين بقى تحطوا مكسرات براحتكم، هي مش محتاجة حتى نحط لها بقى ولا شربات عسل ولا حاجة ابدا، وانا برضو الكنافه ما حطيت لهاش سكر خالص ولا حاجه، هنكتفي بالايه بكريمه التشيز اللي في النص دي، تبقى طعمها ظريف تحفه.
عايزين ترشوا بقى رشه مكسرات خفيفه كده فوق، هتبقى خطيره. واحنا عاملين منها هناك بقى كتير وطبقات اكتر كمان، تقدروا تخلوها مثلا اكتر من طبقه، مش بس طبقه واحده من الكريمه التشيز، ممكن تبقى اتنين براحتكم خالص، ودلعوا الدنيا بقى. وان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، احنا عاملين هناك كتير اهو، استاذ شريف هيجيبها لكم حالا. خطيره وسهله جدا جدا، ان شاء الله تجربوها. ايوه، عملنا ايه في الحلقه النهارده؟ عملنا صينيه جلاش حلوه جدا، وعملنا كمان كنافه محمره بالتشيز بتاعت التشيز كيك. يا رب تكون عجبتكم، اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. باي باي.